بتأولي ليه وبتزودي ليه وبتهولي ليه؟ تعالوا نشوف أستاذ محمود عسقلاني رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء. أستاذ محمود صباح الخير. أستاذ محمود حضرتك سامعني؟ سامعك يا فندم، صباح الخير. صباح النور يا فندم. يعني أستاذ محمود قول لي إيه اللي بيحصل اليومين دول في الأسواق؟ إيه ما تقوليش ارتفاع سعر الدولار يا فندم. لا، ما هو الرز ده تحديدا ملوش علاقة بالدولار على الإطلاق. والخضار له علاقة بالدولار؟ ولا الخضار طبعا. طيب يعني انا ما بتكلمش في سلع استفزازيه ولا حاجات عاديه، انا بتكلم دلوقتي على ناس نازله تشتري فلفل وبتنجان وبطاطس وقوطه وبصل ورز عشان تتغدى، بس ما اتكلمت لا على لحمه ولا على فراخ ولا على اي حاجه. يعني احنا بنتكلم على ناس نباتيين، يعني مش حي يعني حتى مش حي مش طايلين يبقوا نباتيين. خليني اقول حاجه بوضوح شديد. اتفضل. ما زالت السوق المصريه تحتاج الى 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 قليل من الضبط. احنا عندنا حكومه خايفه خوف غير طبيعي من فكره تحديد هوامش الارباح، مش حتى تحديد الاسعار. يعني احنا رافضين فكره تحديد السعر او ان احنا نعمل تسعير جبري او شيء من هذا القبيل، لكن على اقل تقدير لما يبقى في سلع عندي بياخدها من الفلاح. السنه دي على فكره معظم تجار الرز الكبار اللي بيتحكموا في السوق خدوا الرز بجنيه ونص تقريبا من الفلاحين وخزنوه شعير. طب يعني تعالى نقول مثلا هنبيض الرز ده مثلا بجنيه، يعني ممكن يبقى كيلو الرز تكلفه انتاجه ووصوله وتكييسه وكلام من ده ب 2 جنيه ونص. لو احنا قلنا ب 3 جنيه تمام، لو قلنا ب 3 جنيه ونص ما هياش ازمه، انما السعر يقفز هذه القفزات السريعه الى ما دون ال 8 جنيه يعني ده كلام غير منطقي على الاطلاق. ده يقول انه في حد بيعمل ممارسه احتكاريه. عشان كده احنا النهارده على فكره بيجري الان اعداد بلاغ لجهاز حمايه المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه ضد منتجي او ضد تجار الرز في مصر. احنا ما نعرفش مين اسمائهم، لكن احنا طالبين من جهاز حمايه المنافسه ان يقول لنا سوق الرز في مصر هل فيها منافسه ولا ما فيهاش منافسه؟ هو يعني الجهاز ده المفروض له مخصصات وله امكانيات وله فلوس ويستطيع ان يتدخل تمام، حتى على الاقل في استخدام الماده 10 اللي كان بيتكلم عنها التقرير، ماده 10 بتجيز للدوله او مجلس الوزراء انه يتدخل في حاله الضروره. لكن حاله الا 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 شغل دي، حاله ان الدوله لابسه طاقيه لخفه ومش عامله نفسها مش شايفه. طيب على الجانب الاخر انت بتشوف الرئيس بدا يحس بالازمه، بدا يحس انه في مشكله وانه في مصيبه تمام، وعشان كده قال لك يا جماعه لا نتدخل لتعويض الفارق اللي يعني ناتج عن موضوع الدولار فيما يتعلق بالسلع الغذائيه التي يجب استيرادها من الخارج. وقال لك لا احنا ندخل وندعم المواطنين، احنا نشيل المواطنين في المرحله اللي جايه. طيب انتوا رحتوا فين يا تجار مصر؟ يا تجار مصر الكبار اللي كسبتوا في السنوات الماضيه في الكام سنه بتوع بعد ما بعد الثوره، يعني ثرواتهم زادت 10% ما نقصتش. يعني ده دليل على انهم بيكسبوا. ولما يجي حد يكلمك يقول لك احنا على فكره بنخسر، هو في حقيقه الامر بيخسر، بس بيخسر من ارباحه. لما كان بيكسب 100 النهارده بيكسب 50، يا سيدي بيكسب 25، ايه المشكله؟ لكن البلد تعدي ونعدي ازماتنا ونعدي مشاكلنا، نشيل بعض في ايام الزنقه. ما هو المستهلك ده لو انت قعدت تعدم فيه قوته الشرائيه هتضعف، وبالتالي انت نفسك ما تلاقيش بعد كده تشتغل، ويبقى عندك فيه انهيار للسلام الاجتماعي. عارف حضرتك يا استاذ محمود، لما سمعنا التقرير في واحد من ضمن اللي بيشتغلوا في المحلات اللي بتبيع المواد الغذائيه او السلع الغذائيه بيقول لك انا بضطر اغير السيستم كل اسبوع لان المناديب بيجوا بيغلوا كل اسبوع. يعني طبعا. هو بيقول لي انا بغير، هو قايل في التقرير انا بغير